ينضم إلي الآن من لندن ديفيد مادن، محلل أسواق مالية في مجموعة أكويتي. ديفيد، أهلا وسهلا فيك معنا على البرنامج. أندرو بايلي جاهز للتحرك، كريستين لاغارد تقول بأنه مستويات التضخم تبقى مؤقتة، وبالتالي مين اللي معه حق؟ من يرى الصورة بشكل أوضح بالوقت الحالي؟ أعتقد أن الالتفات الحادة من بايلي في الأسابيع القليلة الماضية هي الصورة الأوضح. فحتى قبل 4 أو 5 أسابيع كنا نسمع من الفيدرالي ومن أندرو بايلي من بنك إنجلترا ومن كريستين لاغارد من البنك المركزي الأوروبي، هم يقولون إن التضخم سيكون مؤقتا. حاليا نحن نسمع أن الاحتياطي الفيدرالي يتجه إلى تقليص مشتريات الأصول، وسمعنا من أندرو بايلي في آخر 10 أيام هو قال إن إجراءات يجب أن تتخذ لكبح الأسعار المتزايدة في المملكة المتحدة. أما بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، هم ملتزمون بمقولة إن التضخم مؤقت. برأيي الأسعار لا تتراجع، فقط في السيناريوهات المتطرفة ستلجأ شركات التجزئة إلى تخفيض أسعارها، وبالتالي الحقيقة تشير إلى أننا نرى تزايدا في الطلب وحتى في أرقام التضخم الأساسي. إذا نظرت إلى أرقام مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في منطقة اليورو كان عند 1.9%، وكان هناك ارتفاع كبير فيه في الأشهر الماضية، وهذا يظهر أن الطلب الضمني قوي. وكل هذا الحديث عن تكرار لسبعينيات القرن الماضي، هذا الأمر يجعل الناس يخرجون لشراء السلع لضمان عدم حصول زعزعة في سلاسل التوريد في الأشهر المقبلة. إذن على المدى القصير سيكون هناك استمرار لارتفاع في التكلفة، ربما تستقر التكلفة بعد فترة، لكن لا أعتقد أننا سنشهد تراجعا سريعا أو كبيرا على المدى المتوسط في الأسعار. وبالتالي السيد بايلي محق والبنك المركزي الأوروبي مخطئ. لأن مع هذا الرفع القليل بأسعار الفائدة في بريطانيا، ماذا تتوقع سيحصل بأسعار السلع؟ وأيضا نتحدث عن إقبال المستثمرين في وخياراتهم في أسواق المال. إذا نظرت إلى أسواق الفائدة قصيرة الأجل، يبدو أن رفعا للفائدة من بنك إنجلترا هذا الأمر محتسب، على الأقل في الأسواق المالية، على الأقل أسواق الفائدة القصيرة تتوقع رفعا الفائدة في نهاية العام. ربما نجد مجموعة من العناوين التي قد تقول أننا قد نكون أمام رفع الفائدة ب 0.1% إلى 0.25%. هذا الأمر قد يجذب عناوين الأخبار، لكن هذا الأمر لن يشكل زعزعة للأسواق المالية. فقبل الإعلان عن هذا الأمر قد يكون هناك بعض ضعف في أسواق الأسهم بسبب قوة الإسترليني، لكن إذا رفع بنك إنجلترا الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، هذا الأمر سيكون الهدف منه إرسال رسالة إلى الجميع وأسواق المال أن الفوائد الصفرية لن تستمر إلى الأبد، ورفع الفائدة البسيط في الشهر أو شهرين أو الأشهر الثلاثة المقبلة قد يكون عبارة عن إرسال رسالة إلى الجميع أن الحفلة قد انتهت فيما يتعلق بالفوائد الصفرية، والناس ربما يتوقعون أننا سنرى المزيد من عمليات رفع الفائدة العام المقبل. والمتداولون والمستثمرون ومن ينظرون إلى المدى المتوسط إلى المدى البعيد سيدركون أننا سنرى رفعا تقليديا للفائدة، وهذه علامة إيجابية، لأن البنك المركزي الذي يرفع الفائدة يرسل إشارة إلى أن الاقتصاد يستطيع تحمل تكاليف اقتراض أعلى. نقطة مثيرة للاهتمام بالفعل. ماذا عن مدام لاغارد؟ إلى متى تستطيع الانتظار؟ من مصلحة السيدة لاغارد أن تعطي بضعة أشهر لهذا الأمر.
فهذا الأمر سيفيد منطقة اليورو. رأينا في آخر 10 أيام مؤشر الدولار وصل إلى أعلى مستوى في سنة، وفي هذه الجلسة رأينا الاسترليني يرتفع إلى أعلى مستوى في 18 شهرا مقابل اليورو. إذن اليورو ضعيف نسبيا، وهذا الأمر سيظل مفيدا للبنك المركزي الأوروبي. وبما أن البنك بدأ من موقف ضعيف نسبيا في بداية الأزمة مقارنة ببنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي، فإن البنك المركزي الأوروبي قدم أضعف استجابة بين هذه البنوك الثلاثة في أوروبا وأمريكا الشمالية. وبالتالي بالنسبة للاغارد ربما تنتظر نهاية الربع الأول من العام المقبل أو الربع الثاني من 2022 قبل أن تنظر في البدء بتقليص مشتريات الأصول، ولا أتوقع رفعا للفائدة في وقت قريب ما لم يحصل ارتفاع هائل جدا في التضخم أعلى من مستوى 4% الذي نراه حاليا أو 3.4% بالأحرى في منطقة اليورو بالتحديد. ليس هذا فقط، لكن مدام لاغارد أيضا كانت لمحت قبل أسابيع قليلة بإمكانية استمرار بعمليات تيسير التي كانت تقوم بها، فهل هي هل هذه الخطوة ممكن أن تخدم كما ذكرت بإضعاف اليورو ما يساعد اقتصاد منطقة اليورو بالوقت الحاضر؟ أعتقد أن هذا الكلام قد قيل عن عمد لإبقاء اليورو ضعيفا، وكما قلت بالنسبة للسيدة لاغارد اليورو ضعيف بسبب قوة الاسترليني وبسبب التعليقات المتشددة من بنك إنجلترا، واليورو ضعيف مقابل الدولار الأمريكي. قبل فترة غير بعيدة أو قبل أسبوعين رأينا زوج اليورو دولار يتراجع إلى أدنى مستوى في 16 أو 17 شهرا. إذن استمرار الصعود في الدولار والاسترليني سيبقي اليورو ضعيفا، وبالتالي قد لا نحتاج أو لاغارد قد لا تحتاج حتى إلى قول أي شيء بخصوص موضوع التحفيز لأن اليورو ضعيف من تلقاء ذاته في هذه الحالة. ومن الجدير بالذكر إبقاء هذا الخيار مطروحا على المائدة، وهي ستلجأ إلى التقليص عندما لن تكون محتاجة إلى الاستمرار في التيسير الكمي. ديفيد مادن، شكرا جزيلا حضورك معنا اليوم.